الحضور الحشد لعشرات الآلاف من أبناء حركة فتح في غزة للمشاركة في مهرجان إحياء الذكرى 14 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات مثل استفتاء والتفافا شعبيا كبيرا لنهج الوحدة والكفاح الذي اخططه أبو عمار، ورفضا لكل ما يعاكس هذا النهج بوعي وقرار يطمح للتغيير بحسب تعبير أبناء فتح. نتحدى الظلم ولن نسكت عليه في غزة، كفى للحصار وكفى للظلم وكفى للتهميش، جئنا اليوم لكي نغير هذا الواقع الظالم الذي نعيشه. نجدد العهد والوفاء. المهرجان الذي جاء بدعوة وتنظيم لافت من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح شكل إشارة واضحة لمدى اتساع جماهيرية هذا التيار في الشارع الفلسطيني بقيادة النائب محمد دحلان، والذي أشاد في كلمته المباشرة بصمود أهل غزة وأبناء الحركة في وجه الحصار والانقسام والتهميش، مبشرهم بعهد جديد وموجها رسائل الوحدة للرئيس الفلسطيني. كما تحدث الأخ أبو فادي، النائب محمد دحلان في هذا الحفل على ضرورة أن يقوم الأخ الرئيس بخطوة عملية بالتوجه إلى غزة لأمنمت شمل الكل الفلسطيني. رسائل سياسية قوية في كل الاتجاهات حملتها كلمات قيادات فتح والفصائل المشاركة في المهرجان، أولها لتعزيز صمود الفلسطينيين، وثانيها للاحتلال بأن نضال الشعب وتمسكه بحقوقه لن يتوقف أو يتخاذل، وثالثها للقيادة الفلسطينية تطالبها بتحييد الخلافات والعمل الفوري من أجل إنهاء الانقسام. ندعو الأخ الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح إلى إرسال وفد اللجنة المركزية إلى غزة حتى نبدأ بالخطوة الأولى لتنفيذ الشراكة وإنهاء الانقسام. مناسبة وطنية تستلهم من نهج ياسر عرفات طريق الوحدة والخلاص والنهوض بمستقبل الفلسطينيين وقضيتهم. يؤكد أبناء فتح بأنه طالما بقيت فكرة النهج الإصلاحي حاضرة بينهم وداخل البيت الفلسطيني، ستبقى الحركة الملقبة بأم الجماهير بألف خير تشق طريقها على خطى عرفات نحو التحرر والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية. حازم البناء، الغد، غزة، فلسطين.